يا مال الشام.
Ali Reza, on the sound, thank you
for the lighting and for everyone. Thank you. Thank you for everyone who's here today to help us to have this concert. Noor, شكرا دخيل البيت. Maher Sabra, my manager, thank you. So, who speaks Armenian? أنا كنت مفكرة إن بعض الأودينس تبع حفلة أمستردام أشطر شيء. إيه لا أنتوا أشطر. موجت شوكن لانو إرجن هاي. موجت شوكن لانو إرجن هالا لجان لان. موجت شوكن لانو إرجن.
Thank you.
والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين قناة ياسر الحين في أوروبا. أحييكم من مدينة مالمو من أمام هذا المهرجان. اليوم الأحد التاريخ 14/8/2022 من أحييكم من مدينة مالمو. مثل ما ذكرنا أصدقائي اليوم أول شيء بنبدأ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله. اليوم الأحد 14/8/2022 وحييكم من مدينة مالمو في مملكة السويد. وصلت الآن من مدينة كوبنهاجن إلى مدينة مالمو من أجل حضور هذه الفنانة. اليوم حضرنا الفنانة لينا شامينا المطربة، بعتقد يمكن سورية، اللي تغني الأسمار اللون الأسماراني، بعتقد هاي لينا شامينا، هاي مطربة ما بعرف جنسيتها، يمكن بعتقد تكون سورية. اليوم ساوت حفلة كبيرة في مدينة مالمو وحضر أعداد كبيرة من الجالية العربية المتواجدة في مدينة مالمو. Woo!
أنا بدي أودعكم أصدقائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.